في الأزمة السورية. كان الدور المصري أيضا دورا فاعلا في انحياز لمصلحة الشعب السوري والدولة السورية والحفاظ على الحدود السورية واستقلالها. في القضية الفلسطينية كان التدخل المصري، وحقيقة القضية الفلسطينية لم تغب يوما عن أجندة السياسة المصرية، هي سارت على مسارات متعددة ومتوازية، مسار دعم الشعب الفلسطيني، تخفيف المعاناة عنه، مسار إعادة إعمار غزة بعد الحرب ووقف العدوان، ثم مسار إحياء عملية السلام، ومسار تحقيق المصالحة الوطنية ودعوة الرئيس السيسي لكل الفرقاء للالتقاء وترتيب البيت الفلسطيني. بمعنى آخر أن السياسات الخارجية للدول الكبرى امتازت بالصراع والتنافس لصالح أجندات خاصة، صحيح. لصالح صراع القوى، وهما جاء على حساب الشعوب العربية، جاء على حساب الأزمات العربية لأكثر من عقد من الزمان، بينما كان في المقابل النموذج المصري في تسوية هذه الأزمات سلميا في الانحياز للشعوب. ولذلك في العديد من الملفات كان النموذج المصري هو النموذج الأصوب والنموذج الأكثر مصداقيا والنموذج الأكثر حيادية وأكثر تأثيرا وتفاعلا في مواجهة الإرهاب. كان الغرب يركز على البعد الأمني فقط ويتعامل بازدواجية مع الجماعات الإرهابية. كانت الرؤية المصرية تقوم على الرؤية الشاملة، المواجهة الشاملة الفكرية التنموية، تبادل المعلومات، مواجهة الدول التي ترعى الإرهاب. ولذلك كان العالم كله تماهى مع الرؤية المصرية في نهاية المطاف بعد أن دفع ثمن سياساته ومواجهاته مع الإرهاب من منطلق مزدوج. أصبح الغرب في مرمى الإرهاب، وبالتالي هنا كانت الرؤية المصرية الرؤية الأصل. في الأزمات العربية والسياسية كان أيضا تنحرت الدول الخارجية في إسكاك هذا الطرف أو ذاك، مساعدة هذا الطرف بالأسلحة ودعمه، وبالتالي لتحقيق أجندات خاصة. ومن هنا تعقدت هذه الأزمات لأكثر من 10 سنوات. كان الدور المصري يتسم بالحيادية، الحيادة لمصلحة الشعوب، وقف نزيف الدماء، العمل على الإعمار. ولذلك هنا كان النموذج المصري حقيقة هو ما شكل نموذج في العلاقات الدولية في عالم مضطرب تحكمه الصراعات، تحكمه المصالح. وبالتالي كان السياسة المصرية ينظر إليها أنها كانت مثابة نقطة ميزان في المنطقة وعامل نحو الاستقرار. ولذلك كان إشادة من الرئيس الأمريكي، إشادة من كل الدول، كله عنه قناعة بأن أي مدخل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة حيوية في العالم لابد أن يكون من خلال المنظور المصري والتعاون والتنسيق مع المصر. استطاع الرئيس في 7 سنوات أن يغير الصورة السلبية التي حاول البعض وسائل الإعلام أن ترسمها عن مصر، ولكن استطاع بخلال هذه الأفعال والأقوى والأعمال على أرض الواقع الدور المصري في كل الأزمات. طيب سؤالي الأخير، سؤالي الأخير يا دكتور أحمد، يعني لو إحنا بنتكلم على يعني الجغرافيا السياسية، بمعنى إيه؟ بمعنى إن الرئيس قوى علاقات مصر بشكل كبير مع كل منطقة جغرافية موجودة على الخريطة في العالم. يعني لو إحنا بنتكلم على شرق آسيا، لو بنتكلم على جنوب آسيا، لو بنتكلم على قبرص واليونان، لو بنتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية، القارة الإفريقية، في دول أفريقية أول مرة مصر يعني تتعامل معها بشكل دبلوماسي وفي زيارات خارجية شفناها، لو بنتكلم في المنطقة العربية المحيطة، إزاي التوازن ده حصل بشكل كبير في كل هذه المناطق وكل هذه الدول من خلال كسب العلاقات السياسية الدبلوماسية وكذلك الجانب الاقتصادي، وفي نفس الوقت في يعني تعاملات إنسانية احنا بنشوفها كتير جدا مع بعض الدول في العالم. نعم أستاذة آية، هذا بيعود العاملين. العامل الأول هو الملامح واتزان السياسة المصرية الخارجية. العامل الثاني وهو أن المصلحة المصرية، مصلحة المواطن المصري، مصلحة مصر هي المحرك لكل هذه التفاعلات وهذه الأمور. يعني عندما يزور الرئيس كل دول العالم وشرقا وغربا في خلفياته وفي هدفه الأساسي هو تحقيق ودعم التنمية في الداخل والارتقاء بالمواطن المصري، فتح الأسواق، فتح الصادرات، توظيف السياسة الخارجية وعلاقات مصر القوية وعلاقات الرئيس السيسي بكل زعماء العالم حقيقة، ومن أجل بناء الشراكات الاقتصادية مع الصين، مع روسيا، مع اليابان، مع أفريقيا، إعادة وضع أفريقيا باعتبارها جزء من المجال الحيوي الأساسي على في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية. وأصبحت أفريقيا حقيقة تمثل أهمية كبيرة وشهدت العلاقات طفرة حقيقية بفعل الاهتمام المصري، زيارات الرئيس، أن مصر تقدم لأفريقيا الكثير كما أنها أيضا تقدم أفريقيا لمصر الكثير. وبالتالي قامت العلاقات على أسس جديدة، أسس تقوم على النفع المتبادل، على المصالح المشتركة، على التعامل مع الجانب الإنساني، التعامل مع كل المشكلات،
مصر صارت في طريق محاربة الأزمات والتحديات ووقف الحروب في إفريقيا ومحاربة الإرهاب، كل هذه الأمور إلى جانب حشد الدعم الدولي للقارة الإفريقية لكي تتحول من منطقة صراعات ومنطقة موارد ومنطقة تصدر الهجرة غير الشرعية إلى منطقة للتنمية. ولذلك يتحرك الرئيس السيسي شهر طفرة العلاقات مع أوروبا، مع فرنسا، مع كل الدول الأوروبية البارزة، ألمانيا أيضا، مع أمريكا، مع كل الدول في آسيا، مع الدول العربية. كان التنسيق والتعاون السعودي المصري نموذجا حقيقة في كنقطة ارتكاز في إدارة الأزمات العربية، في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، باعتبار أن البلدين يمثلان ثقلا كبيرا ولهم أهمية ومكانة إقليمية ودولية. كل هذا بيعكس حقيقة أن السياسة الخارجية المصرية شهدت طفرة كبيرة في السبع سنوات. أصبحت الآن مصر الآن لاعب إقليمي، لاعب دولي، أصبح الآن لديها ملامح واضحة. في نهاية المطاف هذه السياسة يتم توظيفها بشكل جيد، وهو نقطة الأهم في مصلحة مصر. رأينا الاستثمارات، رأينا الكل الآن هناك تنافس على الاستثمار في مصر رغم البيئة المضطربة ورغم جائحة كورونا. كل هذا بيعكس حقيقة هو رشادة السياسة الخارجية واستقلالية السياسة الخارجية، هو إدارة السياسة الخارجية. وكل هذا عكس حقيقة مصر كنموذج مهم ومشرق في عالم مضطرب وفي ظل بيئة شهدناها من الصراعات ومن التوترات ومن الانحرافات السياسية من جانب الدول الكبرى، وهو ما أثر حقيقة وسلبا على المنطقة وعلى الاستقرار العالمي.